اهلا بحضراتكم من جديد. قبل ما نروح نشوف ملخص فوز الاهلي على الزمالك في ملاعب الناشئين بمدينه نصر 1-0 اللي احرز الهدف عمار وليد حافظ وهو من اللعيبه ما شاء الله المميزين داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، عايز استعرض مع حضراتكم واقول لحضراتكم التشكيل ان حق اللعيبه اللي لعبت مباراه كبيره ان احنا نقول اسماء مع حضراتكم. كان في حراسه مرمى النادي الاهلي مواليد 2006 فتحي مصطفى، في خط الدفاع حسام عادل وعلي الدين علاء وامير علاء ومحمد طارق، ده خط الظهر. في خط الوسط يوسف محمود وعمر سيد معوض، ايضا عمر سيد معوض ابن كابتن سيد معوض من اللاعبين المميزين جدا، وابراهيم عادل وهشام مصطفى وعمار وليد صاحب هدف الفوز في هذا اللقاء، وايضا في الهجوم محمد احمد سعد. هدف التقدم النادي الاهلي جه في الدقيقه 7 من مهاره عاليه جدا من عمار وليد. نروح نشوف مع بعض ملخص مباراة الأهلي والزمالك اللي فاز فيها الأهلي على الزمالك بنتيجة 1-0. Come on!